السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من جماعة ديال خضادرة. نحاولوا هذه هنا كانت الديوانة قديما، الديوانة القديمة كانت هنايا، الحدود ما بين المستعمر الإسباني المستعمر الفرنسي. هذه المنطقة ولات معروفة بهذا بيع الفخار، هذه الأواني ديال الطير وديال الفخار، هذا ولات المنطقة مشهورة بهذا القصريات والطواجن البرادات ديال الماء. كاين ناس اللي عمزاونا اللي ناس اللي محبين ديال هذا الشيء. هذا الشيء كاين في الخضادرة قريب القصر الكبير، تقريبا واحد 5 كيلومتر بعيدة خارجة على القصر الكبير. اللي بغا يسوي هنا راه كاين برادات الماء، القصاري، هادشي ديال العود، فخار، الميدونات، كاين ما يدار هنا، خير موجود الحمد لله. صحية ليكم، تبارك الله عليكم. نحاولوا نقربوكم من النواحي ديال المدينة ديال القصر الكبير. أنا قطار السيارات اللي بدا كيصنع المغرب وكيصدر للخارج، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم زيد، اللهم زيد وبارك، واجعل لنا نصيب، يا ربنا اجعل لنا نصيب من هذا الخير. يلا ايوا، الحديد شتو باقي غالي، كنصاوبوه باقي غالي. الشركات تقول لي كيصيفطوه لخوتهم، حتى هنا خصنا النصيب ديالنا عاوتاني، الطوموبيلات يوليو عندنا الخاصين كما كاين الخاصين في الخارج. يلا تبارك الله عليكم، تحية للجميع. كيف قلت لكم القصر الكبير 5 كيلومترات، مازال 5 كيلومترات. انا ضربت دابا 72 تقريبا 73 و5 هي شحال؟ هي 78 78 الي وروتور. مشيت لسوق الاربع حتى خرجت الحاج حتى القنطره من ليه وليت رجعت، يعني المجموعه يكون 78. هو هذاك الحساب، يعني 39 كيلومتر تقريبا ولا 38 من القصر حتى لسوق الاربع. وانا بقيت كندور تما، نتوما عارفين انا من بلي بشاطر بقيت كندور في الجوطيه. ايوا شحال وانا ندور شي ساعه ما كانوا القصر عاد جيت او في الطريق عاوتاني وقفت نعمسي ولقط النباك واحد السدرات شفتهم اللي كنت غادي، عاوتاني لقط داك الغاز ولا الغار ولا ما عرف، داك بحال التمر بحال البلح كيكون في واحد النخل صغير، هو لقطته وجمعته عاوتاني. المهم جاي وكنجمع البليه اللي بجميع، انا على مشارف المدينة ديال القصر الكبير، قربت القوس. الشجر ديال النبك عامر بالنبك، كاين هذا ضعيف، هذاك اللي لقيت انا جمعت منه في الطريق اغلايض، اللهم بارك، هذا مسكين بحال مات. تا هو فيه الخيرات، والله الا غلايض ما شاء الله، خير موجود. خصنا نشكر الله سبحانه وتعالى. تحية للجميع، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.